الانتي فانجل دراجز، الادويه اللي بعالج بيها الفانجل انفكشنز. عايزين نعرف ايه اسماء هذه الادويه ومجموعاتها المختلفه وازاي بتشتغل، وعايزين نعرف هعالج السوبرفيشال فانجل انفكشن ازاي. انا عندي نوعين كبار من السوبرفيشال فانجل انفكشنز، الدرماتوفايتس اللي بتجيب لي التينيا، والكانديدا البيكانس اللي بتجيب لي المونيليا او الكانديدايسيس، وازاي هعالج الديب فانجل انفكشن، لان دي انفكشنز بتبقى مور سيفير وغالبا فيتال، سواء كانت بالكانديدا البيكانس او بالاسبرجيلوسيس او بالكوكسيدومايكوسيس او واتيفر من الاذر فانجل انفكشنز. نبتدي بالميكانيزم اوف اكشن. انا هدور على حاجه في خليه الفانجاي مش موجوده في خليه البني ادم عشان اقدر اضرب فيها. ادي الفانجل سيل اهي، وادي مكان تصنيع الاستيرويدز اللي هو السموز اندوبلازميك ريتيكولوم. بيبتدي تصنيع الاستيرويد زي البني ادم بالسكوالين، السكوالين يتحول للانوستيرول واللانوستيرول يتحول لارجوستيرول. ادي اول فرق في البطوي. في الفانجاي انا بصنع ارجوستيرول مش كوليستيرول. ادي النيوكليس اللي فيها الدي ان ايه اللي بيصنع الار ان ايه، وادي المايكروتوبيولز اللي بتعمل لي السيل ديفيجن، بتعمل لي الموفمنت. نبتدي بالمجموعه الاولانيه من الادويه، التربنافين والتولنافتيت هينهبت الانزيم اللي بيحول السكوالين الى لانوستيرول اسمه سكوالين ايبوكسايديز، وده مش موجود في البني ادم، وبالتالي الادويه دي ادويه فيري سيف. يليها مجموعه الازولز هتنهبت تحويل اللانوستيرول الى ايرجوستيرول. الانزيم اللي بيعمل لي كده هو السيتوكروم بي 450 اوكسيديز، في منه ايزوزايمز كتيره. لما بعمل له انهبيشن بوقف تصنيع الايرجوستيرول. طب يا ترى هيأثر على تصنيع الكوليسترول بتاع الهيومن؟ للاسف ايوه هيحصل تاثير على تصنيع الكوليسترول بتاع الهيومن. المجموعه الثالثه البولين انتي فانجل. البولين انتي فانجل بتنزع الارجوستيرول من السيل ممبرين، تسيب مكانه بورز، فالخليه تموت وخرم لها السيل ممبرين بتاعها. وبما ان خليه البني ادم ما فيهاش ارجوستيرول فهذه الادويه ايضا مش هتاثر على خليه البني ادم، او مش هتشيل الكوليسترول اللي في خليه البني ادم. المجموعه الرابعه بتشتغل على الدي ان ايه، فلوسايتوزين انالوج للسايتوزين، هنستخدمه عشان نمنع تصنيع الدي ان ايه، بالتاكيد برضه هيكون له تاثير على تصنيع الدي ان ايه في الهيومن. الجريزوفولفين، الجريزوفولفين بيشتغل على المايكروتوبيولز، بيوقف الميتوزس في المايكروتوبيولز، ما بيشتغلش الا على الفانجل سيلز. اخيرا المجموعه الاخيره الكاينوكاندينز، دي بتنهبت تصنيع استراكشر موجود في السيل وول بتاع الفانجاي. الاستراكشر ده اسمه جلايكين بوليمر. البكتيريا كان عندنا ادويه بتشتغل على السيل وول زي البنسلين والبيتا لاكتام، بتمنع البيبتايدو جلايكين سينثيس، وكان عندنا في التي بي الادويه بتمنع تصنيع المايكوليك اسيد سينثيس. هنا ده تخصص فانجاي لانه بيشتغل على جزء تاني خالص من السيل ممبرين غير البيبتايدو جلايكين وغير المايكوليك اسيد. نيجي نبتدي بقى باول نوع من الانفكشن، التينيا. التينيا دايما سوبرفيشال وعمرها ما تبقى ديب، والتينيا توجد في الاماكن المبلله زيها زي المونيليا. الفنجس ده نبات عايز ميه. ايه الاماكن اللي ممكن تيجي فيها؟ موجوده في المناطق اللي فيها العرق حوالين الصدر والرقبه ومن الظهر، دي اسمها تينيا فيرسي كولر او التينيا الملونه. لو خدت شكل حلقه على سطح الجسم، الحلقه دي بتوسع من جوه لبره، فدايما نلاقي الحته اللي جوه لونها غير الحته اللي بره، فبتتسمى التينيا كوربورس او التينيا سيرسيناتا لانها التينيا الحلقيه. بين تانية الفخذين بتتسمى التينيا كرورس.
بين صباع الرجل الثالث والرابع او الرابع والخامس، هي الصوابع اللي لازقه في بعض واللي دايما فيها بلل، يحصل ماسيريشن بهذا الشكل، دي التينيا بيديز. كل هذه التينيا تتعالج في 3 اسابيع، علاج توبيكال ومش محتاج علاج سيستميك. لو جت في حتة أدخن شوية زي في شعر الرأس بتسبب سقوط الشعر، دي اسمها التينيا كابيتس، ودي الجلد هنا أسمك في الاسكالب فبتاخد 6 أسابيع. لو جت عند الضوافر دي اسمها الأونكومايكوزس، بتيجي عند الضوافر دايما في اللي بيشتغلوا في محلات عصير القصب، لأن صوابعهم مبلولة وفي سكر يغذي الفطر فالفطر ينمو في هذا المكان. الأونكومايكوزس الضفر تخين فبتاخد وقت 12 أسبوع في العلاج. دي أنواع التانية. طب أنواع المونيليا أو الكانديدا، أيضا الكانديدا بتيجي في المناطق المبللة، لكن الكانديدا فيها عيب إنها صحيح غالبا سوبرفيشال، لكن مفيش مانع لو لقت مناعة الجسم ضعيفة إنها تدخل وتعمل ديب فانجل انفكشن، ودي بتبقى سيريس. ممكن تبقى موجودة في الماوث، بتيجي في الماوث مين؟ في الأطفال الصغيرة اللي كان عندها فيفر وفضلت تاخد أسبوع من برود سبيكترم أنتيبيوتيك. البرود سبيكترم أنتيبيوتيك ده موت كل الكومنسالز ومقدرش يأثر على الكانديدا، فالكانديدا حصل لها فلارشنج. أبص في بق الطفل ألاقيه زي ما يكون واكل جبنة بيضة وما مضبطش بقه، دي الاسم التاني بتاعها الثرش. ممكن تبقى موجودة في الفاجينا، في الفاجينا بتيجي مينلي في الفيميلز الديابيتك اللي تاخد كورس مضاد حيوي ايضا برود سبيكترم لمدة طويلة، وبعدين تلاقي في افرازات نازلة من الفاجينا لونها ابيض. ممكن تيجي في الويت سكين بيندز، تنايات الجلد المبللة تحت الباط، تحت الثدي، بين الفخذين. الفرق هنا بينها وبين التينيا، لما بص على الليجن الاقي فيه حوالين الليجن بتاع المونيليا ساتلايت زي ما يكون مطر لبره، التينيا ما بلاقيش فيها الساتلايت دي، زي ما شايفين النقط اللي بره دي اسمها ساتلايت. ايه الادويه اللي هعالج بيها السوبرفيشال فانجل انفكشن؟ عندي حلين، توبيكال وسيستميك. عاده بلجا الى التوبيكال الا لو اضطريت، وهنقول امتى نضطر. التوبيكال افكتيف، العيب بتاعها الريكارنس خاصه في التينيا، يبقى لازم اشوف حل للريكارنس بتاع التينيا عشان احصل على النتيجه اللي انا عايزها. السيستميك ريرلي يوز، مين اللي اضطر اديله سيستميك؟ هنفترض ان عندي واحده فيميل وجالها فاجينال مونيليازيس وكانت فيرجن، هل اقدر احط لها في الفاجينا دواء توبيكال؟ لا ما اقدرش، يبقى في الحاله دي انا مضطر الجا للسيستميك. نشوف ايه الادويه التوبيكال. عندي مجموعه الازولز، الكلوتريمازول الشهير بالكانستين والمايكونازول الشهير بالدكتارين والكيتوكونازول الشهير بالنيزورال. الأدوية دي التوكسيست بتاعتها السيستميك عالية ولا تستخدم تقريبا إلا توبيكال، وتنفع في التينيا وفي الكانديدا. ممكن أستخدم أزولز تانية سيستميك لو أنا عايز، أزولز تكون ليس توكسيك زي الفلوكونازول الإتراكونازول والفوريكونازول، ايضا دول ينفعوا للتينيا والكانديدا. ولكن لو انا عايز اعالج بيهم التينيا بديهم جرعات متكررة كل اسبوع جرعة، لكن لو انا عايز اعالج بيهم الكانديدا بدي سنجل دوز وخلاص. عندي التربنافين والتولنافتيت وفي مرهم تركيب اسمه الويتفيلد اوينتمنت. الويتفيلد اوينتمنت ده عبارة عن ساليسيليت، والساليسيليت بتاكل الجلد اللي فيه الانفكشن توقعه، وساعات يتدوب في الكحول عشان ما يوسخش الهدوم، يبقى اسمه الكحوليك ويتفيلد اوينتمنت. بس لما بدوبه في الكحول
بيحرق مكان ما بيتحط، لان الجلد بيبقى مهري في المكان اللي فيه الانفكشن. دول لا يصلحوا الا في التينيا فقط، عشان كده انا كاتبهم باللون الاخضر. عندي النستاتين، واحد من البولين انتي فانجل، وعندي جنشن فايولوت او المس الازرق. الاثنين دول ينفعوا في المونيليا فقط، في الكانديدا فقط او المونيليا فقط. عيب الجنشن فايولوت انه بيبقع الجلد ويبقع الهدوم وشكله بيبقى اجلي، لكن افكتيف. نيجي للسيستميك. في التينيا عندي التربنافين، ممكن استخدمه زي ما استخدمته توبيكال استخدمه سيستميك. عندي الجريديوفولفين لا يصلح للعلاج، ولكن يصلح بعد ما اعالج التينيا لوكال او توبيكال تريتمنت. ادي الجريديوفولفين لمدة شهر لثلاث اشهر، بيترسب في الجلد ويمنع الريكارنس بتاع التينيا الانفكشن. يبقى التربنافين والجريديوفولفين دول للتينيا فقط. المانجمنت بتاع السوبرفيشال فانجل انفكشن هنشوف اشكال الادويه بتاعته في السوق. ادي الكلوتريمازول الكانستين، المايكونازول الدكتارين، والكيتوكونازول النيزورال، وده نازل فقط شامبول الشعر في حاله ما اذا كان في قشره في الشعر. التربنافين اللي هو اللاميزيل والويتفيلد، ده عاده بنحصل عليه تركيب. النستاتين نازل في السوق باسم المايكوستاتين، ولان اغلب الفانجل انفكشن بتيجي في الاطفال الصغيره في بقهم، فنازل في شكل سسبنشن، الطفل يتنقط في بقه وبعد كده يبلعه. ليه بيبلعه؟ لان بيدخل الفانجس انفكشن في، يمشي في مسار الاكل في الانتستين ويجيب له اسهال. وايضا في الفيميل لو خرج من الريكتم يدخل على الفاجينا ويجيب لها فاجينال انفكشن. فدايما لو جت فانجل انفكشن في الماوس لا اكتفي بالدواء اللي اتحط في الماوس توبيكال وما يتبلعش، لازم يتبلع عشان اتجنب الضيارية واتجنب الانفكشن في الفاجينا. مانجمنت اوف سوبرفيشال فانجل انفكشن بادويه سيستميك. الفلوكونازول اسمه الديفلوكين، وده العلبة فيها قرص واحد او كبسولة واحدة، عشان لو عندي مونيليا هديها مرة واحدة، لو عندي تينيا ابقى اجيب كل اسبوع علبة. الاتراكونازول اللي هو الكانيجين، والفوريكونازول اللي هو فيفند، التربنافين والجريزوفولفين. نازلين التربنافين بايضا باسم اللاميزيل، والجريزوفولفين ده بقى ممكن الاقيه جينيريك. المانجمنت اوف دي فانجل انفكشن، هنا الموضوع بقى خطر، لازم ابقى اجريسيف في العلاج والا العيان هيموت. عندي الازول في منها مجموعتين، القديمه اسمها الايميدازولز والجديده الترايازولز. عندي الانفوتريسين بي، بس ده ما بيتاخدش الا بالانترافينوس انفيوجن، ولو كان في انفكشن في السي ان اس بحط معاه الفلوسيتوزين. الفلوسيتوزين بيتاخد اورال. الفلوسيتوزين لا يصلح بمفرده لان بيحصل له ريزيستنس سريعه. وعندي الكاسبوفانجين، ده المجموعه اللي لسه نازله جديد وبتتاخد انترافينوس. ايه الادفيرس افكتس بتاع السيستميك؟ ازولز. الايميدازول كان زمان الكيتوكونازول هو اللي نازل السوق اقراص، وقف ما بقاش فيه كيتوكونازول الا توبيكال اللي هو النيزورال شامبو. نيزورال اقراص اتشال خلاص من السوق لان التوكسيستي عاليه، وحل محله الترايازولز. طب نشوف ايه الادفيرس افكت اللي كانت بتحصل منه وخلتنا نسحبه من السوق. هايلي هيباتو توكسيك، ويا ريته هايلي هيباتو توكسيك وبس، ده كمان بيروح على الليفر وينهبت السيتوكروم بي 450 انزيم اللي بيكسر ادويه كتيره، فيعمل لي دراج انتر اكشنز ويخلي الليفل بتاع الدراجز اللي بتتاخد معاه تعلى. يبقى الانهبيشن بتاع الانزيم ده عمل لي دراج انتر اكشن،
بس لا ده مش بس دراج انتر اكشنز، ده كمان منع لي تصنيع الحاجات اللي فيها كوليسترول. ايه اللي عندنا فيه كوليسترول في الجسم؟ الاسترويد هرمونز، السكس هرمونز. يبقى هينهبت الاسترويد سينثيسيس في الميلز، هيؤدي الى جاينيكوماستيا وانفيرتيليتي ونقص في السكشوال ديزاير اللي هي الليبيدو، وفي الفيميل هيديني منسترال ديستربنس. طيب الترايزولز، لا دي ادويه بنت حلال، الهيباتوتوكسيستي بتاعتها اقل بكتير لكنها ايريتنت، تعمل لي جي اي تي ابسيت لما تتاخد اورال، وتعمل لي ثرومبوفلوبايتس لما تتاخد انترافينوس. وفي سبيسيفيك ادفرس افكت لكل دواء على حده، بس دول حفظهم سهل. الثلاثه بيبداوا بحرف الايه، الفلوكونازول يعمل لي الوبيشيا او سقوط في الشعر، الاتراكونازول يعمل لي سولت ووتر ريتنشن لانه الدوستيرون لايك، والفوريكونازول يعمل لي ابنورماليتيز في الفيجن. يتبقى لنا الانفوتريسين بي، وده اكتر دواء بيستخدم في علاج السيريوس سيستميك فانجل انفكشن، بيتاخد فقط باي انترافينوس انفيوجن. ففي ادفرس افكت بتحصل مع الانفيوجن، وفي ادفرس افكت ملهاش علاقه بالانفيوجن ريت، رينال ادفرس افكتس. الانفيوجن اول ما يعلى تركيزه في الدم يعمل لي نوزيا وفوميتنج، يخلي العيان يرجع، وبعد شويه ممكن العيان يجي له حساسيه يسخن ويرتعش. ولهذا السبب لازم ادي علاج الحساسيه قبل ما ادي انتي هيستامينيك واسيتامينوفين عشان لو الحراره عاليه. فيليبايتس لما بحقنه في الوريد وتركيزه عالي بيهري الفين، يبقى لازم اديه في لارج فين ويكون مخفف. هايبوتنشن لما يعمل حساسيه ويطلع هيستامين ضغط الجسم يقل، فبديه بسلو انترافينوس انفيوجن على مدى يصل الى 3 ساعات. الرينال ريليتد دي اسوأ الادفرس افكتس اللي ممكن تحصل، من يعني اللي فوق دول كلهم انا هاخد بالي منهم، لكن الرينال ادفرس افكتس دي اسوأها، بلاقي جلوميرولار فلتريشن ريت بيقل، بس في ميزه لما اوقفه بيرجع تاني. ويا ريت لو انا اخلي العيان هايدريتد قبل ما اديه عشان ازود الرينال بلاد فلو. وفي فورم نازله منه اسمها الليبوسومال فورم، اغلى شويه من الفورم العاديه، الرينال ادفرس افكتس بتاعتها اقل. ادفرس افكت تاني خاص بالكلى، هايبوكاليميا واسيدوزس، يقل البوتاسيوم في الدم وتعلى تركيز الهيدروجين ايون. واخيرا في ريفرسابل نورموسيتيك انيميا، الكلى ليها دور في تصنيع كرات الدم الحمراء لان بتطلع هرمون الاريثروبويتين اللي بينشط تصنيع كرات الدم الحمراء، فتحصل انيميا بس ريفرسبل. الفلوسايتوزين ده دواء قليل الاستخدام، سايتوتوكسيك انتيبايوتيك. السايتوتوكسيستي دي تؤدي الى موت الخلايا سريعه التكاثر، احنا عارفين ان اسرع خليه بتتكاثر هي بطن الجهاز الهضمي، التيرن اوفر ريت بتاعها كل 3 ايام، فالعيان يجي له انتيروكولايتس واسهال. يليها خلايا تصنيع كرات الدم البيضاء، بتصنع كرات الدم البيضاء التيرن اوفر 5 ايام، فيحصل بوم مارو ديبريشن، اجرانوسايتوز وجرانوسايتوبينيا. كرات الدم الحمراء بتطول شويه لان بتاخد 120 يوم. الهير لوس، جدر الشعره التيرن اوفر بتاعه 70 يوم، فجذر الشعرة تالت حاجة تتأثر ويؤدي إلى سقوط الشعر. رابد ريزيستنس، ودي قلنا ليها حل، إن إحنا دايما نحطه مع الأنفوتريسين بي، عمره ما يستخدم لوحده. هيباتوتوكسيستي،